السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد موسى من قناة مستر تيك، أهلا بكم. أكسس LG 6000، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأكسس LG 6000 وتعلمنا الإعدادات الأولية بتاعتها وعرفنا إن في خاصية في الأكسس ديت بتقدر عن طريقها تحدد السرعة بحيث إنك تحافظ على باقتك لآخر الشهر. فالنهاردة إن شاء الله إحنا هنشرح الطريقة ديت وهنشرح كيفية استخدامها. بس طبعا قبل اي حاجه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. تعالوا كده نفتح صفحه الاعدادات بتاعه الاكسس. مبدئيا يا جماعه ده شكل الاكسس للي لسه مش عارف شكل اكسس LG 6000. طبعا علشان تقدر تستفيد بخاصية تحديد السرعة لازم تكون عامل إعداداتك على الوان، يعني لازم تكون ظابط الجهاز على إعدادات الوان، وديت الإعدادات اللي احنا شرحناها في الحلقة اللي فاتت وهسيب لكم الرابط بتاعها أسفل الفيديو. هنفتح بقى صفحة الإعدادات، هنفتح صفحة وليكن أي متصفح عندك. هنكتب طبعا فوق الأي بي بتاع الراوتر 192.168.1.254. على فكرة الأكسس ده بيتقال عليه راوتر وان وبيتقال عليه أكسس بوينت علشان هو فيه خاصية الراوتر وان. طبعا زي ما كنا عارفين إن الأي بي بتاعه 254، دي على فكرة ميزة في الأكسس إنك ما بتحتاجش إنك تغير الأي بي بتاعها. هنا طبعا الاعدادات الاوليه اللي احنا شرحناها في الحلقه اللي فاتت. هنا بقى يا جماعه الكيوز، الكيوز دي وهي اللي عن طريقها بتقدر تحدد السرعه. تعالوا بقى نفتح الكيوز ونشوف تقدر تحدد السرعه اكتر من طريقه ولا هي طريقه واحده ولا ايه بالظبط. اول حاجه طبعا عندك هي انيبل كيو او اس او كيوز، طبعا لازم تكون معلم على انيبل. هنا طبعا جايب لك المانوال ابلينك اللي هو الابلود، وطبعا هنا المانوال داون لينك اللي هو الداون لود. يبقى انت من هنا، وانا طبعا معلم على اوتوماتيك. لو احنا شلنا كلمه اوتوماتيك دي هنلاقي ان احنا هنا تقدر تكتب الابلود، وبرده لو شلنا كلمه اوتوماتيك او علامه الصح انها على اوتوماتيك تقدر تكتب هنا الداونلود. يبقى انت كده هتقدر تحدد ابلود وداونلود، بس ده طبعا للجهاز ككل، يعني اي حد هيتوصل على الاكسس ديت هيشتغل على الابلود والداونلود ده. طيب في حد ان هو اوتوماتيك، في حد ان هو اوتوماتيك بياخد السرعه اللي خلاله اللي هي السرعه اللي جايه من الراوتر اللي هي السرعه الاصليه، لكن هنا على المانيوال انا اقدر اكتب السرعه اللي انا عايزها. يعني انا اقدر اكتب هنا مثلا 1024، واقدر اكتب هنا 256. طبعا حضرتك بتكتب السرعه اللي انت عايزها زي ما تحب. طيب ده بالنسبه للسرعه اللي هيشتغل عليها كل الاجهزه المتصله بالراوتر ده او بالاكسس بوينت. طيب فينا حاجه تانية يا جماعه، تعالوا برضو نشوف لها علاقه بالسرعه ولا لا. عندك هنا في اي بي وفي ماك. لو علمنا على اي بي هتقدر تكتب رينج هنا مثلا ليكن 192.168.1.3، وهنا هتكتب 192.168.1. وليكن 20. يبقى كده الاي بيهات اللي هي من 3 لحد 20 تمام، دول هتقدر تحدد لهم سرعه محدده. طب ازاي؟ من هنا كده يا جماعه فينا اب لينك باند ويدث وداون لينك باند ويدث، ديت سرعات هتقدر تكتب هنا برضو وليكن 512 على 2048 مثلا. كده الايبهات من 3 لحد 20 هيشتغلوا على سرعة 2 ميجا وابلود
512. يبقى أنا كده قدرت إن أنا أحدد سرعة لمجموعة أجهزة. طيب أنا عايز أحدد سرعة لجهاز بعينه، يعني الجهاز ده هو بالذات يشتغل على السرعة البطيئة ديت مثلا، أو على السرعة السريعة دي. ممكن نيجي هنا على الماك، والماك تكتب الماك بتاع الجهاز اللي هو اسمه الماك ادرس. لو تيجي تلاحظ كده هو ديت اخفى ديت دلوقتي، يعني انا كده ما اقدرش احدد اي بي. في حاله ان انا اختار ماك لازم اكتب الماك ادرس. طيب الماك ادرس نعرفه من هنا، من اوبن نتورك لوكال وديتيلز. ده اللي هو البازيكال ادرس، هو ده الماك ادرس. تكتب زي ما هو كده وتكتبه هنا في الماك ادرس، تكتب الماك اللي انت عايزه، وهنا طبعا بتحدد له السرعه اللي انت عايزها. طب انا هنا لو عايز احدد سرعه 512 مش مشكله اهي عادي، عايز تخلي الابلود 128 مش مشكله، السرعة اللي انت عايزها. بعد كده تضغط هنا على ابلاي، وطبعا هنا قال لي لازم تكتب الماك ادرس. تمام، يبقى كده في طريقتين او ثلاث طرق لتحديد سرعة. اولا تحديد السرعة عامة لكل الاجهزة اللي هتتصل بالاكسس. تاني حاجة تحديد سرعة خاصة لجهاز بعينه، وده بيكون بالماك ادرس. وتحديد سرعة لمجموعة اجهزة معينة عن طريق الاي بي. طيب هل انا اقدر اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت؟ يعني اقدر احدد لمجموعه اجهزه معينه واحدد لجهاز معين في نفس الوقت؟ تعالوا كده نشوف. هنكتب يعني مثلا وليكن الاي بي اللي هو من 3 ل 20 ونضغط على ابلاي. لو نزلنا تحت كده ده فهوت قال لي ان هو من 3 ل 20 هيشتغل على السرعه 512. طيب تعالوا كده نضيف برضو حاجة تانية، 192.168.1. وليكن 22، ودي 192.168.1.25، وادي سرعة تانية اهي، ادي الابلود 256 والداونلود مثلا وليكن 2048. نضغط على ابلاي. هو هنا طبعا بيقول لك انك تعديت الحد الادنى. طب تعالوا نشوف ايه السبب. احنا هنا محددين ان السرعه 1024، ورجعت تحت هنا قلت له 2048، فانت هنا المفروض الحد الادنى بتاعتك السرعه او اقصى سرعه توصل لها 1024، فما ينفعش ان انت تكتب 2048. طبعا هنا لازم تبقى ديت على اوتوماتيك. طالما حضرتك هتحدد سرعة باي بهات او بماك، يبقى في الحالة دي هتخلي ده اوتوماتيك، يعني هتخلي السرعة اللي داخلة الجهاز او السرعة الكلية بتاعت الجهاز تبقى اعلى. وده على فكرة ميزة جميلة جدا برضو في الجهاز، ان اي اجهزة تانية غير الاجهزة اللي احنا هنحدد لها السرعة هتبقى سرعتها عالية زي ما هي. يعني حضرتك لو ما دخلتش الاي بي بتاعك وسط الاي بهات ديت، فكده الجهاز بتاعك هتبقى سرعته عاليه. يبقى انت كده قدرت انك تحدد سرعه عاليه ليك انت لوحدك، وبقيه الاجهزه اللي انت هتحددها هي ديت اللي سرعتها هتبقى قليله. تعالوا نشوف، نضيف كده اي بهات مره ثانيه، 192.168.1.22، 192.168.1.25، وادي السرعه اللي احنا عايزينها 512، وادي 2048. طيب كده اتضافت معنا. طيب ننزل تحت كده، كده هو ضاف الامرين مفيش مشكله. طيب انا اقدر اضيف بماك؟ تقدر تضيف بماك، اعمل اللي انت عايزه، ضيف ماك، ضيف اي بي هات، ضيف اي حاجه. طب انا اقدر اضيف اي بي واحد؟ يعني مثلا الجهاز ده بعينه مثلا انا عارف الاي بي بتاعه 192.168.1.55 مثلا، وهنا هضيف. طب هنا هضيف كام بقى؟ هضيف 192.168.1.55 برضه، ده الجهاز اللي انا عايزه اللي هو 55. طبعا جرب
يكن اي سرعه هنكتبها. وابلوك الضغط برضو مفيش مشكله. تعال ننزل تحت كده ضاف اهوت 55، يبقى كده الاي بي 55 بس هو اللي هيشتغل على سرعه الايه الواحد ميجا، والاي بي من 22 ل 25 هيشتغل مثلا كده هيشتغل على 2 ميجا وهكذا. يعني كل اعداداته يا جماعه مفيش اسهل منها، وبصراحه امكانيات جميله جدا بالنسبه للاكسس ال جي 6000 بصراحه، كانه سيرفر في بيتك. خاصية زي ديت هتخليك تخلي ليك سرعة انت لوحدك اللي هي سرعة الجهاز العالية الكاملة اللي هي 30 ميجا، وبقية الأجهزة اللي هتشتغل معاك هتقلل لهم السرعة زي ما انت عايز، كل جهاز هتديله سرعة محددة زي ما انت عايز بالطريقة اللي انت تحبها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة متنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبوها لي في التعليقات اسفل الفيديو، وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.